اسمك ايه؟ انا اسمي بطرس. وانا اسمي بولس. بطرس وبولس دول تلاميذ الرب يسوع، وانتوا هتكونوا ابناء لاسم الرب. اتحنن عليهم بالعمليه زي دي. طمني يا ست. اعمدك يا بولس باسم الاب بيحصل. ده شيء غريب. انا مش قادر افهم ايه السبب. كل ما احاول انزل ابن من ولادك في جدن المعموديه الاقي الميه اتجمدت. وانت شايف انا خايف اكون غلطت يا سيدنا. صرحيني يا بنتي، انا اصلي عجوز افهم. اتفضلي. انا يا بنتي عايز اعرف ليه رب المجد يسوع المسيح ما قبلش معمودية أولادك؟ أنت مين وحكايتك إيه بالظبط؟ أنا اسمي سارة من أنطاكيا، وجوزي هو سقراطس أمير جند الإمبراطور. أنت يا بنتي جواكي إحساس بالندم، أنت عملتي إيه بالظبط؟ وإحنا جايين في المركب البحر هيك والريح اشتدت علينا وكلنا كنا معرضين للموت. فخفت على ولادي انهم يموتوا قبل ما يمالوا سر المعموديه. اتصرفت ازاي؟ جرحت جسمي وخدت نقطه من دمي ورشمت بيها الولاد، وبعد كده غطست كل واحد فيهم 3 مرات في البحر، وكان عندي ايمان ان هي دي الحاجه الوحيده اللي يقدروا ينالوا بيها سر المعمودية. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق. طمني يا سيدنا. شوفي يا بنتي، المعمودية بتتم في الكنيسة عن طريق الآباء الكهنة، لكن نظرا للظروف اللي انت كنت فيها وللإيمان القوي اللي جواكي، رب المجد يسوع المسيح تحنن عليكي وقبل معمودية أولادك. يعني ولادي خلاص نالوا سر المعمودية؟ طبعا يا بنتي طبعا، وده يؤكد إنها معمودية واحدة لمغفرة الخطايا كما تعتقد الكنيسة وكما قال كل آباء الكنيسة. ازيك يا ست بتول؟ اتفضلي. يزيد فضلك ويجعله عامر. قولي لي بقى، هي الست ساره ما قالتلكيش هترجع امتى؟ اي كلها يوم ولا يومين بكتير وترجع، ونبقى نروح نبارك لها على معموديه ولادها. اخويا يوحنا عايزين يرحلوا المعسكر الغربي، وانت عارفاه غلبان وما يستحملش الغربه. قلت ما فيش غير امنا ساره هي اللي تقدر تكلمه سياده القائد عشان ياخدوا معاه في الكتيره بتاعته بدل ما يرحلوا بعيد عننا. اطمني، دي اللي تقصد امنا ساره مش ممكن ترجعها مكسوره الخاطر. بس بيني وبينك انا خايفه عليها قوي. الناس في البلد بتتكلم عن قوه ايمانها، والكلام ده لو وصل للامبراطور مش هيسيبها في حالها، ولا هي ولا جوزها. امنا ساره علمتنا ان الايمان زي الشمع
لازم تفضل منورة مهما طال ظلام الليل. وتفتكر ان الست القائد اللي بينفذ اوامر الامبراطور هيسمح لها تعلن ايمانها؟ جوزها قبل ما يكون قائد جند الامبراطور فهو زوج واب، واكيد هيعرف يحافظ على بيته وعياله. ربنا يحفظها وينجيها ويرجعها لنا بالسلام. بس يا ولاد اقدر اقول اني اتمنت عليك. يعني احنا يا امي دلوقتي نقدر نقول ان احنا اتولدنا من جديد؟ ايوه يا بطرس، انتوا خلاص بقيتوا شركه في دم المسيح والروح القدس الصبح جوانا، وهيفضل معاكوا طول ما انتوا بتنفذوا رسائل الانجيل. ده ابويا هيفرح قوي لما قلنا. طب دلوقتي قوموا غيروا هدومكوا عشان ابوكوا زمانه جاي. بس انا اللي هقول. ماشي يا سيبولس، انت اللي هتقول له. لا انا اللي هقول. وانت كمان يلا بقى قوموا غيروا هدومكوا. سقراطس، انت هنا من امتى؟ من بدري مستنيكي، عايز اتكلم معاك شويه. انا هقوم عند الولاد عندهم خبر عاوزين يفرحوك بيه. ساره استني، انا عندي كلام لازم اقوله، مش لازم الولاد يسمعوا. باين عليك تعبان. أنا فعلا تعبان قوي، عندي كلام كتير ومش عارف أقوله إزاي. متتعبش نفسك، أنا عارفة كل كلمة أنت عاوز تقولها. عارفة؟ طبعا، اللي حصل في المعسكر كان لازم هيحصل في يوم من الأيام. قصدك إيه؟ قصدي إن الإمبراطور أصدر منشور بضرورة السجود للإله، وأكيد طلبوا منك تنفيذ الأوامر، لكن الإيمان اللي جواك خلاك ترفض، وده خلاهم يعرفوا إنك مسيحي. والمسيحي ملوش مكان في الجيش، مش هو ده اللي حصل؟ انت مش فاهمة حاجة. لو كانوا طردوك من الجيش تبقى جات من عندهم، وإن كان عليا من الولاد ما تحملش أي هم. أنت تقدر تلاقي شغلانة في أي مكان، وإن شاء الله حتى ناكل يوم وجوع عشرة. سارة أنا زي ما أنا لسه قايل الجيش. بس الإمبراطور بيقتل في المسيحيين، ازاي يسمح ان يكون قائد معسكر؟ لانه ما يعرفش ان انا مسيحي. نسيره يعرف الايمان اللي في قلبك. الامبراطور ما يهموش، ما يهموش اللي في قلبي. كل اللي يهم الامبراطور ان كل راجل من رجالته يسجد الالهه. بس انت هترفض. واللي يخليني ارفض؟ لانك مسيحي. كوني مسيحي مش معناه ان ارمي نفسي في النار. ولما تنجي من نار الامبراطور هتروح فين؟ من النار الابديه. سجود الالهه مش معناه اني اتنازلت عن ايماني بالمسيح. امال معناه ايه؟ أنا خايف عليكم ولازم أحميكم. سقراطس، أنت عملت إيه؟ قدمت دخول للإله المقدس، وخوفي عليكم هو اللي خلاني أعمل كده. لا مستحيل، أنت خفت على نفسك، خفت على المنصب اللي أنت وصلت له، خفت على الجاه والسلطة اللي مالهمش قيمة في طريق الملكوت. بقول لك ايه؟ انا فايق اللي مكفيني. انت هتنفذي كل الكلام اللي اقوله ومن غير اي مناقشه. انت عاوز مني ايه؟ عايزك توطي راسك شويه لحد ما الريح تعدى. الايمان هو الشيء الوحيد اللي يخلينا نقف قدام ريح الشر. الكلام ده ما ينفعش لاي موت. انت رفعت الايمان من قلبك وحطيت مكان خوف وجبن. حياتك انت حرة فيها. النهاردة مالكيش دعوة بالولاد. ولادك خلاص اتعمدوا. يعني هو ده السبب اللي خلاك تروح اسكندرية؟ ايوه،
ولادك اتولدوا من جديد واصبحوا اولاد المسيح، وانت من النهارده مالكش حق عليهم ولا عليا. ماشي يا ساره، بس انت هتندمي، هتندمي في وقت مش هينفع فيه الندم. هو ابويا جرله ايه يا امي؟ ابوك يا ابني بيدور على المجد الباطل، ودي سكت اللي يروح ما يرجعش. الغريب يا اخي مع انك ما بتسيبش المعسكر بس بتعرف كل اخبار البلد. انا ليا عيون في كل مكان، والجنود في الكتيبه ما لهمش تسليه غير الكلام، بيحبوا يتكلموا كتير، وانا بقى بحب اسمع كتير، واحب اكون امين في الكلمه اللي اقولها للقائد الاعلى. اللي اقول لي هي رجعت من اسكندريه ولا لسه؟ اول ما القائد سقراطس خد الاجازه، ومن اول ما جات وهي عماله تتكلم عن معموديه اولادها اللي عمدها لها البابا بطرس. يعني ايه معموديه؟ التعميد ده عباره عن طقوس بيعملوها الكهنه علشان ياكدوا لاتباع الطريق ان هم بقى مسيحيين. والبابا بطرس ايه دخله في ده؟ ما هو اللي عمد اولاد صر، وهو اللي بيفتح الطريق لاي واحد عاوز يدخل المسيحيه. انا هنقلك من المعسكر ده، وهنقلك عندي في الكتيبة، واعتبرك دراع اليمين. ده حلم ما كنتش احلم بيه. لكن سقراط ليه كلام تاني معايا. انت لازم تعذريه، جوزك امير جند الامبراطور، واحترافه بالمسيحية معناه الموت والاعدام. ده لو كان فعلا مسيحي. قصدك ايه؟ قصدي ان الايمان في قلب سقراطس كان مجرد كلمه، كلمه قالها عشان يقرب مني، لكن دلوقتي بس عرفت انه عمره ما حس بيها، وانه لسه عايش في ظلام الشك والخوف. وليه ما تقوليش انه خايف عليكي وعلى ولاده؟ مفيش عاقل يخاف على مراته وولاده وهما بين دراع المسيح، وده لازم كل واحد يعرفه في البلد. هو ده بقى كلام العقل، كل واحد يقفل باب الدار على نفسه ويحافظ على اهل بيته. اهل قد الامبراطور ولا قد جنوده؟ عندك حق، واحد لما بيشوف حريقه يبعد عنها للنار تمسك فيه وتحرقه. ما هو لو كل واحد قال يلا نفسي وبعد عن الحريقه للنار تمسك فيه، البلد كلها هتولع. يعني لما نقف قدام جنود الامبراطور ونعترف ان احنا مسيحيين، هو ده اللي هينقذ البلد؟ احنا عايشين في عالم مش بتاعنا، وكلنا اغراب على الارض. يا عم هسكيال، احنا عندنا عيال عايزين نربيها، والست ساره برضو عندها عيال وعايزه تربيهم، لكنها مؤمنه بان الخوف من الموت مش لازم يكون له مكان في قلب المسيح. جيت للحق، الست دي ايمانها عجيب قوي، من يوم ما سمعت بقرار الامبراطور وهي عماله تلف على بيوت البلد تشجع في المسيحيين، تحاول تشيل الخوف من قلوبهم. عارف ليه؟ لانها لما شافت الحريق جريت عشان تقدم المساعده، وما فكرتش لحظه واحده ان النار ممكن تمسك فيها. المسيح يا عم رزق مش جبال. طريق الملكوت هو الطريق اللي بيوصلنا للحياة الأبدية، والسيد المسيح جعل الملكوت ميراث لكل مؤمن. اسمعوا كلماته اللي بيقول فيها: تعالوا يا مبارك يا أبي، رفوا المجد المعد لكم منذ تأسيس العالم. Thank you.
مهما تعملوا فيا مش هسيبه. إذا كانت الحياة الأبدية هي الأمل اللي بيحلم بيه كل مؤمن، يبقى لازم يعدي على أي أشواك تقابله في طريقه، ويصبر على أي متاعب، ويحتمل كل الضيقات، لأنه في النهاية هيفوز بالمجد الأبدي. الإنسان اللي يلغي عقله ويقبل الصمود لشوية حجارة مصنوعة بإيد البشر مش هيكون له أبدا مكان في المجد المعد للأبرار، واللي باع إيمانه من أجل إرضاء الإمبراطور هيجي له يوم يندم في وقت ما بينفعش فيه الندم. الخوف من الموت اتزرع في قلوب الناس. دم المسيحي رخيص قوي في نظر الإمبراطور. ما تقولش كده، لأن كل نقطة دم بتنزف من المؤمن هترسم طريق لأولادنا وأحفادنا عشان خاطر يعيش حياة الإيمان الحقيقي. انت عارف يا سقراطس ان الامبراطور ليه عيون في كل حتة، وده معناه ان حياتك في خطر ولازم تاخد حذرك. انا ما ارتكبتش اي جريمة في حق الامبراطور، انا كنت من اوائل الناس اللي سجدوا للآلهة خضوعا لرغبته. الزوج اللي يسيب زوجته تلف في المدينة وتحرض اهلها على الكفر بالآلهة، ده ليه عقاب جامد عند الامبراطور. ايوه بس انا حاولت معاها بكل الطرق. انت عايز تقول ان انا في خطر؟ بالتاكيد يا سقراطس، وده ملوش رحمه عند الامبراطور. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ده ملوش غير حل واحد. ايه هو؟ اديني الامان يا مولانا. اتكلم بحريه يا سقراط. زوجتي يا مولاي. تقصد الأم سارة اللي بتلف على بيوت المسيحيين وتقول لهم أنهم يرفضوا السجود للآلهة المقدسة ويعلنوا إيمانهم بالمصلوب؟ أخو جلالتك، أنا أعرف كل حاجة عن القادة بتوعي، ولولا إنك يا سقراط جيت لي البلاد برجليك كنت اعتبرتك شريك ليها في رفضها لأوامر الإمبراطور. جلالتك، أنا حاولت أوقفها وهي اللي أصرت إنها تمشي في الطريق بتاعها ده. جلالتك، أنا خايف على أولادي منها. أنت عملت اللي عليك يا سقراط، والإمبراطور يعرف إزاي يساعد زوج غدرت بيه زوجته وخرجت عن طوره. عشان مرة زميتي يا مولاي اللي عمدتهم هي عمدتهم من ورايا من غير ما اعرف، سافرت اسكندرية وعمدتهم هناك عند زعيم حركة المسيحيين. تقصد الانبا بطرس؟ بطرس هو رأس المسيحية اللي كان لازم اقضي عليه من زمان. لكن اطمئن، انا هطلب من وائل الاسكندرية ان يقبض عليه ويسجنه. بالنسبة لمراتي مولاي، انا هقدر انا هقبض عليها طبعا. مولاي، واضح انك يا سقراط بتحبها وبتخاف عليها. مراتي هو ام اولادي. انا مقدر ده كله، لكن حبك للامبراطور واخلاصك ليه اكيد اكبر من حبك لمراتك. عشان كده يا سقراط مش قادر اقول لك انت قد ايه عليك في نظري واعرف اكافئك. صحيح انا هقبض على مراتك واعملها بمنتهى القسوه، بس ده في النهايه في صالحك وفي صالحها، علشان ترجع عن اللي هي فيه. يا ريت تطمن وسيب الامبراطور يتصرف. انت
انتوا عايزين ايه؟ انا معايا امر من الامبراطور بيقبض عليك. السبب؟ الاسباب كتير، انت اول واحده عارفاها. قبض عليها. لو انتي مجرد واحدة من عامة الشعب وخالفتي أوامر الإمبراطور أنا كنت أمرت بإعدامك فورا، لكن للأسف انتي زوجة لأهم قائد من قادة جيوش الإمبراطورية، وعشان كده أنا مضطر إني أصبر عليكي. لكن ما تنسيش إن صبري دوت له حدود. انت عاوز مني ايه؟ انا كل اللي عايزه انك تفكري في ولادك دول اللي ممكن يتيتموا لو انا امرت باعدامك. حرام، هما لسه زي الزهور. ابوهم مش هيسيبه. سقراطس غضبان عليهم وعليكي. انا بتكلم على ابوهم اللي مش ممكن يستغنى عنهم. هما ليهم أب تاني غير سقراطس؟ الكتاب بيقول كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. أيوة فهمت. يظهر أن سقراط كان عنده حق في كل اللي قاله. الكلام اللي انت بتقوليه دوت خطير، خطير جدا، وأنا ابتديت أغضب. ولو غضبت انت هتدفع الثمن غالي قوي. علشان كده انا بديكي اخر فرصه عشان ارحمك من العذاب اللي ممكن تشوفيه على ايديا دول. كثيره هي نكبات الشرير، اما المتوكل على الرب فالرحمه تحيط به. امي ده انسان ظالم وربنا يديم منا. ما انت اللي مش فاهم حاجه. أمك مش عاوزة تسكت يا ليلى المقدسة، فاهم بقى معناه إيه؟ معناه إن لازم تموتوا. لو الموت هيكون طريقنا للملكوت على بال واحنا راضيين. أنت مش فاهم، مين علمك الكلام ده؟ إحنا اتعلمنا من رب المجد يسوع المسيح إن اللي بياخد الأوثان ملوش مكان غير النار الأبدية. خدوا العيال دي من قدامي. خلوهم من قدامي. اما انت بقى انا اعرف ازاي اعذبك جزاء كل كلمه شر علمتيها لاولادي. هوريك من العذاب الوان. خدوها للسجن وروها يعني ايه تحس بالعذاب. معقوله الإنسان اللي يتسم بالبراءة والتسامح، الإنسان اللي يوهب حياته للدفاع عن السيد المسيح، الإنسان اللي يقف قدام الهرطقة والوثنية يتحكم عليه بالسجن، قداسة البطريرك علمنا إن السجن الحقيقي هو سجن الروح. لما تلاقي نفسها محبوسة من جدران العالم وشهواته، إنما النفس المؤمنة تفضل دايما حرة
نعمل الأثر عليها بابين. ارسل لوس، ارسل لوس لو جت على السجن. ده أنا عارف إن قدسته هيتحمل، لكن أنا عارف أعرف إن الإمبراطور مش هيكتفي بسجنه وهيحكم على ابنه. عارفين ان قدسة البطولة بتختار الطريق الصعب، عشان كده لازم نكون اقوى من كده عشان نقدر نقف وقف معاه في المحنة دي. ومين دي الرومان وصل؟ انا هروح ابلغه. خليك انت هنا. استنى ارشيلاوس، انا جاي معاك. شو ممكن تيجي تقابله والدموع في عينيك كده؟ ما تخافش يا ارشيلاوس، انا عارف ازاي اتملك نفسي قدامه. محدش عارف يا ارشيلاوس، محدش عارف. يمكن تكون المقابله دي ذكرى نعيش عليها طول العمر. يا أبانا جنودي، أنا قصدي أقول يعني إن الإمبراطور أصدر أمر ال قصدك تقول يا ابني إن جنود الإمبراطور وصلوا مستنيني برا عشان أنزل ويقبضوا عليا. بس إحنا لازم كلنا موقف إيجابي، مش معقول نوقف ونكتف إيدينا وإحنا بنتفرج على قداستك. شعب الكنيسة حوالين دار البطريركية، وبإشارة واحدة مننا، بإشارة واحدة منك يا ابني، بإشارة واحدة منكم يحصل صدام بين شعب الكنيسة وجنود الإمبراطور، ولو اشتعلت نيران الغضب هيقع ضحايا كتير. وأنا يا ولادي ما يرضنيش أبدا إن أبناء المسيح يتألموا بسببي، عشان كده أنا لازم أنزل بهدوء وسلم نفسي لجنود الامبراطور. يظهر يا ابانا ان تعميدك لاولاد الام ساره ادى الامبراطور انه يلاقي سبب علشان يقبض عليك. انا يا ابني ما عمدتش ابناء الابنه ساره ابدا، يد الرب هي اللي عمدتهم ورشمتهم بدم يسوع المسيح المسفوك على الصليب. بس مش هو ده السبب يا ابانا، الامبراطور بيحاول يلاقي اي وسيله عشان يبعدك عن الوقوف ضد اي بدعة او هرطقات حصلت في المدينة. انا يا ابني عاوزكم تهدوا، اهدوا يا بلادي. صدقوني من زمان وانا مستني اللحظة دي، انا مشتاق ارفع صليب رب المجد على كتافي، ولازم اشكر ربنا على كده. على فين يا بان؟ لطريق الملكوت يا ابني، لطريق النور. أنا رايح لربي وإلهي يسوع المسيح، ربي ومخلص نفسي، إلى الفردوس الأبدي. سلام. أنا هرجع لك بعد نص الليل واستلم منك الحراسة، المهم إنك تفتح عينك كويس وتاخد بالك منها. تفتكر إنها ممكن تهرب؟ قصدك إيه؟ قصدي إنها مش ممكن تهرب. أنت بتخرف بتقول إيه؟ بقول إني أول مرة أشوف واحدة بتبتسم وهي بتتعذب. أول مرة أشوف واحدة راضية بالآلام والعذاب اللي هي فيه. الوالي لو عارف اللي انت بتفكر فيه ده هيحطك مكانها، وبعدين هي واحدة تركت الآلهة وبتاخد جزاها. لكن الست سارة
كانت فاتحة دارها للغلابة والمحتاجين، وما تستحقش اللي بيجرى لها ده. افتكر ان انت مش احن عليها من جوزها، فوق لنفسك، وافتكر دايما ان احنا جنود بننفذ الاوامر وبس. مصدر حضارة لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتفكر. انا كمان بتعذب، ممكن اكتر منكم كمان. اللي بتتعذب دي مش بس امكم، مراتي اللي كنت بحبها هي مش عايزه تسمع كلامي، مش عايزه تفهم انه ممكن واحد يكون مسيحي ويداري كل ده عن الناس. السيد المسيح قال من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. شش، المراتون لو سمع الكلام ده وانا هيدخلنا كلنا السجن. اللي يتعذب على اسم المسيح هيخش ملكوت السماوات. يا ابوك لازم تسمعوا كلامي. احنا مالناش غير اب واحد اللي حبنا واللي اتعذب من اجلنا. لا يمكن لازم يبقوا عليا على ابوكم. بدل ما تفكر انه حق حكم عليها بالسجن والتعذيب. اخيرا حلمنا هيتحقق، هنتجوز. الجواز هو الرباط المقدس اللي هيحافظ على العلاقه الجميله اللي بينا. عارفه مش عارفه ممكن تصدقيني ولا لا، انا بعد ما شفتك حسيت اني بكره كل حياتي دي، حياتي اللي كانت بعيده عنك. اللي يحب ما يعرفش يكره، واللي يكره يبقى ما عرفش الحب المقدس اللي علمه لنا السيد المسيح. بس انا عرفته، واتعهد قدامك، اتعهد امامك اني هكون الزوج المخلص ليك، الزوج اللي حلمت بيه، وهجيب لك كل حاجه تساعدك. انا مش محتاجه اكتر من انك تعيش معايا حياه القداسه، والسعاده اللي بتتكلم عنها دي هنحس بيها طول ما احنا قريبين من ربنا. على فكره بقى، واضح انك انت مش عارفه جوزك خالص. جوزك يقدر يوفي بعهوده كويس، يحميك من غير الزنا، يحميك من كل العالم ده. اظن دلوقتي بس عرفت ليه انا كنت عايز ارجعك للطريق اللي كنت ماشيه فيه. محدش هيرحمك، انت الوحيده اللي تقدري ترحمي نفسك وتنقذي نفسك وتنقذيني من العذاب اللي انت فيه. تشتاق نفسي للدخول الى دير الرب. ده كل واحد بيؤمن بالمسيح يسلم نفسه للموت، مين اللي هيبشر المسيح؟ ارجوكي فكري كويس، انا مش عايزك تستسلمي للموت. انت عاوز مني ايه؟ عايزك تخلي الايمان جوه قلبك، وخلي لسانك يعني ربنا اكيد هيبقى فاهم انك انت بتقولي كده غصب عنك. الكتاب بيقول ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل مشيئه ابي الذي في السماوات. مشيئه ربنا تخرب البيت وتدمري حياتك وتضيعي الولاد. انا بتمنى لاولادي الحياه الابديه حبيبتي، وانا بتمنى لك السعادة وبتمنى لولادي السعادة. دول لسه صغيرين، العمر قدامهم طويل، نخرج بس من المحنة دي وبعدها. في الحقيقة سقراط أنا مش عارف أقول لك إيه، أظن أنت شفت بنفسك إن أنا حاولت مع مراتك إني أمدي لها إيدي علشان أنقذها أكثر من مرة، لكن للأسف مراتك دي يا سقراط حالة مستعصية، علشان كده وبكل أسف مضطر ان احكم عليها بالإعدام.
مولاي الولاد بيحبوها. أنا عارف يا سقراط، تعرف إن ولادك دول صعبانين عليا أوي. أنا مش قادر أتخيل إن الدنيا فيها أم بالقسوة ديت تخلي ولادها يعيشوا في الدنيا وهم شايلين طول عمرهم اللعنة فوق كتفهم. عطفك يا مولاي على أولادي وإحساسك بيهم شرف كبير ما استحقوش. أنا حاسس باللي جواك يا سقراط، وعارف قد إيه أنت بتحب ولادك، لكن أنا واثق تماما إن أكيد هيجي اليوم اللي يعرف فيه ولادك لما يكبروا إنك ضحيت بأمهم علشان تحميهم من لعنة الآلهة المقدسة. خدهم بعيد عن المدينة دي خالص، وهناك هنسيهم كل اللي حصل. ده موضوع سابق لأوانه، المهم دلوقتي إن ولادك يشوفوا أمهم بعينيهم وهي بتنفس فيها حكم الإعدام. لا، أقصد يا مولاي إنهم أطفال مش هيقدروا يستحملوا كل ال إن أمهم تتحرق قدام عينيهم. أنا عارف يا سقراط، أنا عارف وحاسس، حاسس بالقسوة ما يحسوا بيها، عارف إنها لحظة صعبة بالنسبة لأطفال زي دول، لكن القسوة أحيانا يا سقراط ممكن تصنع حياة جديدة، ممكن تولد إنسان من جديد بحياة جديدة، وهي دي الحياة اللي أنا بتمناها لأولادك يا سقراط. أرجوك يا مولاي، مشهد الإعدام مش هيفارق خيالهم أبدا لغاية ما يكبروا، وعلشان يعرفوا ايه اللي ممكن يحصل لأي حد يخالف ديانة الآباء والأجداد، وهو ده اللي أنا عايزه. لكن جلالتك أنا شايف أنت هنا يا سقراط، أنت تاخد ولادك وتروح على ساحة المدينة، وهناك هنفذ حكم الإعدام في مراقبة. تمشي في طريق الموت هتحمل كل